كذلك التزمت بحماية القدرة الشرائية للمواطن، حماية القدرة الشرائية للمواطن بروافدها الثلاث. أولا محاربة التضخم حتى نصل إلى تضخم لا يفوق 4-4.5% في المرحلة الأولى. تحكم في الأسعار بالأخص المواد الأساسية ورفع العلاوات والأجور مرة أخرى حتى نصل مثل ما توعدت به إلى في نهاية العهدة، قبل نهاية العهدة نصل إلى كون رفعنا الأجور والعلاوات بنسبة 100%. اليوم المتقاعدين نزيد نرفع من منحة التقاعد نتاعهم